راس القناة ليبيا الحدث مباشرة من هناك مصطفى لوجلي. مصطفى في البداية أهلا بك، لك الهواء بأن تطلعنا على ما يدور في المدينة بشكل عام وعن أجواء المدينة بشكل عام. فيما يخص اخر اخبار مدينه الكفره، تم يوم امس داخل مقر المجلس التسييري بمدينه الكفره استلام عدد 3 شاحنات مقدمه من صندوق منظمه الامم المتحده الانمائي، 2 منها خاصه بشركه الخدمات المياه والصرف الصحي، وشاحنه مقدمه لشركه الخدمات العامه خاصه بنقل القمامه داخل المدينه. ايضا شاهد يوم امس بداخل المجلس التسييري عقد اجتماع بحضور رؤساء الاجهزه الامنيه داخل مدينه الكفره، بعد ان قاموا باستلام عدد من السيارات مقدمه من رئيس الوزراء السيد عبد الله الثني، منها الجوازات والبحث الجنائي والدعم المركزي والشرطه الكهربائيه وفرع جوازات الكفره. ايضا تم يوم امس وصول سيوله ماليه الى مدينه الكفره، وصلت على متن طائره عسكرية بعد تنسيق من اللواء بالقاسم الأبعج وبلدي والمجلس التسييري الكفرة. وصلت مبلغ وقيمته 6 مليون دينار، 4 مليون مقدمة إلى مصرف الوحدة فرع الكفرة و2 مليون إلى مصرف شمال أفريقيا، ليتم توزيعها خلال اليومين، أو باشر هذا اليوم عفوا باشر مصرف الوحدة هذا اليوم بتوزيع سقف 1000 دينار لكل زبون داخل المصرف. أيضا وصل فجر هذا اليوم آمر مجموعة المناطق العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج على متن قوة كبيرة، وأثناء وصوله قام بإحضار مبلغ ما يقارب 5 مليون دينار ليبي قادمة إلى مصرف الجمهورية فرع الكفرة، ليقوم المصرف بدوره بتوزيعها خلال الأيام القادمة. إذا مصطفى لوجلي مراسل قناة ليبيا الحدث، كنت معي مباشرة من الكفرة، أشكرك جزيل الشكر.